في بضع ساعات تحولت مناطق الشوف اللبناني والتي تصنف من أجمل مناطق الجبل وأغناها إلى مناطق بائسة يغزوها الرماد وروائح الحرائق القاتلة المنبعثة من كل مكان. خلت هذه المناطق من سكانها الذين تركوا منازلهم بعدما هددها الحريق أو أتى على بعضها. هذا شيء خطر، مرئين بمرحلة كتير صعبة، وإذا شافي هون بالوجه هذا طريق كفرحيم دير القمر، وهذا كعب الوادي، يعني إذا امتد لتاني ميلة يعود بسلامتك. شوف، أنا بنشهد وزارة الداخلية والدفاع المدني إنه لازم الطوافات تكون فعلة أكتر وأكتر وأكتر، لأنه الوصول لكعب الوادي كتير صعب. أنا ماني شايف كيف رح يوقفوا هالحريق. ندعي أنه يكون في احتياطات مسبقة، لأنه بترتفع الحرارة وبصير في حرائق، وهي مش أول مرة. للأسف المسؤولين نايمين والبلد عم بيحترق، ما بيكفي الأوضاع الاقتصادية، حتى كمان تحترق الشجر ويحترقوا البشر ويهربوا من بيوتهم ويتشردوا. بدت منطقة الشوف من أكثر المناطق تضرراً من الحرائق التي شملت أكثر من منطقة لبنانية من الشمال إلى الجنوب، وفاق عددها 100 حريق في ظل ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة بالتزامن مع سرعة رياح بلغت ليلاً 50 كيلومتراً في الساعة. هذه الحرائق التي تجتاح الجبل اللبناني توصف بأنها الأخطر والأكبر، ولكنها ليست الأولى من نوعها التي يشهدها لبنان. إنما ورغم تكرار المأساة، لم يتمكن لبنان من رفض نفسه بالآليات والطوافات الضرورية للسيطرة على هكذا حرائق قبل اتساعها. أثارت مسألة امتلاك لبنان طائرات خاصة بإطفاء الحرائق لكنها غير مجهزة تقنياً للتدخل تساؤلات حول الأسباب، فيما اضطرت الحكومة لطلب المعونة من دول مجاورة وأرسلت قبرص مروحيتين وسط حديث عن إمكان افتعال الحرائق. نحن حنشتغل 24 على 24، وأهم شيء عندي بالنسبة لي أنه ما في أضرار يعني جسدية، وأكيد بده يصير في تحقيق بالآخر لحتى نعرف شو كيف بدأ هذا الشيء. ما بدي نحط أصابع الاتهام على حدا. تحقيقات انطلقت لتحديد ملابسات هذه الحرائق، فيما يضيف اللبنانيون إلى سجل خيباتهم خسارة فادحة إضافية. كلودي أبي حنا، الغد، من الشوف، الجبل اللبناني.